يعني لميس ما أنا هي. والله أنا عم خبرك شو الناس عم يحكوا. جيب التخت لهون. بس أنت ما بتنتمي لهذا المكان. بوسي؟ طول الوقت عم ببعث لك رسائل وأنت ما عم تجاوب. شوفت عينك. يعني مثل ما قالت رفيقتك اللي إجت اليوم، ليش نزلت لهالمستوى؟ أنا بنتمي لإلك أنت وبس. ارجعوا استقروا ببيتكم، ما بدي منكم شي بنوم. تعال يا قرايبي. ما بتعرف إنه بدر يلي اشترى للبيت؟ بكي إنه فيك تشترينا بمصاري؟ حكايتنا يوميا 6 المساء على الـ MTV.